يا أمي الخير يا رجيع يلا بوس إجرك ترحم بوس إيدك يا بيك بوس إجرك ابني طايش وما عارف شو عم يعمل بوس إيدك بوس إيدك يا بيك ابني مخصو ورحمه بوس إيدك بوس إجرك يا بيك أنا مش رح أقبل بنتي فتون ومنتورة يروح يخطم هونيك أنا بروح بخدمهم ليل ونهار بس يتركوا لي بنتي وما يقربوا ليا معقول نترك أختك ومنتورة هون ونفل أنا بترك بنتي هون طول ما أنا عايش أختي رح ترجع فتون رح ترجع وبسرعة كمان نزار رجع يا ابني رجع ما تعمل شيء مش منيح نزار أنا بعطيك كتير عندي فلوس وعندي خيرات من شغل جوزي ومن شغلي ومن شغل بلادي انت عندك فلوس؟ ايه بخبيتهم تحت تاسع أرض منشان هيك ما بيفيدك تتشكيني عند البكوات لأنه ما رح يلاقون وما رح يطلع لك شيء قمرية طمنتني عن فتون بس بيلي مشغول على نزار صار له كل النهار ما مبين ولهلأ ما بين سألت عنه وين من كان ما حدا شافه نزار مش عم يقدر يحمل إنه أخته هونيك ببيت البكوات ومش عارف كيف بده يرجع ست ختام اللحام أهلا وسهلا فيكي بحلقتنا لليوم كنا عم نشوف أكيد نحن المشاهدين مشاهد من ثورة الفلاحين هالمسلسل يلي عم استقطب أعداد كتير كبيرة ومشاهد كتير كبيرة دورك صالحة مزبوط. صالحة يلي بنتعاطف معها كتير صالحة يلي بنعيش معها الأساوي والظلم يلي كان عايش معكم بهديك الفترة ولحد هلأ رح نحكي لكينا في كتير أمور نحكي فيها ست ختام خبرينا عن دور صالحة شو يلي بيميز هالشخصية وقدي جذبتك أنك تمثلي هالدور صالحة هي أم طيبة وبنفس الوقت قاسية عم تربي بنت وصبي وعم تهتم بابن منتورة حالياً يعني وضعك لا يحسد عليه أبداً ابنك نزار هلأ وراء القبان عم يتعذب كثير وفتون كمان وفتون عند البكوات أخذوها يعني مجبرة أنها تروح خبرينا هيك هاي المعاناة اللي عاشتها بهاي الفترة صالحة شو بدي قلك تعذبنا كتير تعذبتوا من أي ناحية؟ يعني بتحسي بالأشياء أنه في ظلم في قهر مجبرة على الأشياء اللي أنت ما بدك إياها بس مفروض عليك خي بتحرقك من جوا مغلوب على أمك كتير كان صالحة بس بينه معك مصاري كتير هلأ قلتينا إيه هول مخبيتهم أنا قديه بيطلعوا ما بقدر أحكي كمان بيحسوا البكوات بيعرفوا البكوات مش عم يسمعونا هلأ ده شو مخبيتيون؟ مخبيتهم لوقت الايام الجاي السوداء السوداء يعني بعد في اسود من هيك يعني بعد في ثوره بدها تصير ما بعرف بتستانس في كل مصرياتك لا بس انه بتساعد حالها واولادها وهي بس مش انه كتير يعني بعد في احداث بالمسلسل بتصدم بتخليكي يعني ما بتكوني مفكرة إنه بدها تصير هاي الأشياء في خفايا كتير شو قصة نزار؟ بكل حلقة في حدث وبكل حلقة شو قصة نزار ومن جبت المصريات يا صالحة؟ نزار ابني حبيبي وبكرة بتشوفوا شو حيصير أنا مشان هيك حابة أسألك هلأ حضرتك كنت عم بتقولي إنه في كتير ظلم وإنه عم تتأثري وهالشي بتعب النفسية أغلبية المشاهدين كتير عم يتفاعلوا وكتير عم بيثوروا على المشاهد حضرتك عم بتحسي كمان أنت وعم بتتابع المشاهد مع أنه أنت بالجو أصلاً شفت التصوير وبتعرف القصة بس عم تتضايقي كمان وعم يستفزوك المشاهد أنت وعم بتتابعيهم مثل أغلبية المشاهدين بهاي الحالة أنا لا مش ببقى عم تابع وعم شوف اللي حوالي شو ردة فعلهم بالنسبة لشغلي يعني هاي بتعني لي كتير هلا أنا عشت الحالة وشايفة ناس مقموعة ومتضايقة وهي أنت بتشتغلي وبتعملي اللي عليك بس وقت اللي بتعدي تحضري بدك تشوفي ردات الفعل ما في ممثل يقول أنا يعني بيضل بكل مسلسل بكل مشهد بده يحس بالمسؤولية ويقول
انه كيف طلع، بضل حاصر هالشيء ليطلع على الشاشه ويشوف ردات الفعل عليه. يعني ما بتقدري تشوفي المشاهد بتجرد يعني لما بتشوفيهم على الشاشه؟ لا، وقت اللي بدك ما فيك تكوني مشاهده عم بتشوفي ممثله ممثلين اللي حوالي بشوفهم. حضرتك شخصيتك لا ما بتتجردي، ما بتبعدي عنها، بتعيشيها وكانك انت على السيت عم بتصوري. ما فيك يعني تحكمي على حالك؟ لا، بترك الاخرين يحكموا علي، لانه وقت اللي بدي احكم على حالي انتهيت. ليه هيك بتعطي انت علامات لحالك مع انه اكيد مدرسه؟ لا، مدرسه كثير صعب عن جد. واحد بينتقد حاله، انا بنصح كل ممثل وممثله، ما حدا يقول انا وصلت، ما حدا يقول انا ممثل وما حدا قدي. بالعكس، ما عم نقول نحن انا وصلت، بس بننتقد حالنا. يعني ممكن نقول انتقاد ذاتي. هلا انا عشت الحاله واعطيت الاحساس اللي عندي. أوكي. وفت فيها للاخر، هيدا اللي عندي. ليش بنطر رديت الفعل؟ هل هو وصل أو لا؟ أوكي، شو عم بيقولوا لي؟ الحمد لله وصل وكتر. الحمد لله. ودايماً بكل أعماله بيوصل الإحساس وبقوة يعني، وفعلاً كتر يعني. خير الله، يعني مشان هيك الإنسان لازم يضل يشتغل على حاله لحتى يضل مستمر وبكل شخصية يعطي شيء. بيضل في تطور برأيك بهذا الفيلد؟ طبعاً طبعاً، هو إذا بده الإنسان بكل المهن. معقول يوصل لمحل يحس انه لا قبل كان احسن، يمكن صرت كثير هلا، ولا لا بضل تطور للافضل؟ الخبره كمان بتساعد اكثر. الظروف يلي عشتوا فيها كمان يلي هيك حابين شوي نسلط الضوء عليها. ليه بدك تذكريني؟ لبهال قد كانت قاسيه. برد يعني البكاويت كانوا عايشين بجزين. يعني عاشوا أصعب. بظروف مناخية بعد أصعب، لأنه أنتوا الفلاحين كنتوا عم تصوروا المشاهد بين عرمون غزير وتعنايل، يعني أنتوا كنتوا مغنجين أكثر منهم. إيه بالنسبة لإلهم إيه مغنجين، بس نحن كمان بردنا. يعني كانت ظروف كتير قاسية، بس الحمد لله أنا بوجه تحية لشركة الإنتاج والمسؤولة اللي كانت هي جوال بيطار، أنا بوجه لها تحية. كمان كانت كتير مهتمة إنه الممثل يضل مرتاح، دايماً التدفئة موجودة. نعم. إنه قدر المستطاع إنه قادرين هون يحطوا، كانوا كتير كان الإنتاج مهم وضخم. خبرينا شوي عن الكاست، قدي لابقين لأدوارهم وقدي كان في كيمستري بيناتهم؟ يعني الحمد لله كلهم ما فيك تقولي هيدا الشخص وفعلاً. مش بمحله. من أصغر دور من حتى الكومبارس عطيت. يعني حتى وقت الساحة بتحسي هاي المعاناة عند الناس. بتعرف العمل المتقن ببين بهالتفاصيل. طبعاً نوجه تحية لفيليب أسمر ولكلوديا. اشتغلتي مع فيليب أسمر كتير واشتغلتي مع كلوديا مارشليان ومع شركة الإنتاج، كيف علاقتك فيهم؟ بتجنن يعني، الحمد لله هني كمان محترمين كتير وبيقدروا الفنان، ومش بس معي، مع الكل. يعني في شي مرة حسيتي انه كنت عم تلعبي دور وتأثر الدور من ورا لنقول ضعف انتاج او الكتابة ما ناسبت الدور او الاخراج الاتي مش مناسب الدور، في شي مرة حسيتي هيدا هالشي أثر سلبيا على أدائك؟ لا، ما بيأثر. الممثل لو شو ما كانت الظروف، لو شو ما صار بده ينسى كل شي ويضل بالحالة. أنا جاي أدي دور، أدي الشخصية، بنسى كل شيء حوالي. يعني يا ما صايرة على المسرح مثلاً بصير معك شيء بتتضايق بتطلعي، ما ذنب العالم. هل قد بتدخلي بالعالم يلي أنت فيه؟ هل قد بتنسي محيطك الخارجي وبتدخلي بهالمحيط؟ عم نشوف هلأ المشاهد يعني الحق للطبيعة أون بلانير، نحن بالهواء الطلق، في سقعة مثل ما قلنا. كنت بتفضل؟ لا، هون ما في سقعة، هون صار في شوب، في شمس، شفنا شمس هون، شوب والتياب شتوية. يعني أوكي. برد 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 وشوب للآخر، ما في هالوسط يعني. لا دايما يعني لو قالوا لك كنت يعني لما بدأت بالتمثيل كنت بتقولي يا ريت مثلا تم اختياري لحتى أكون مثلا بعائلة الإقطاعيين أو البكاويت؟ يعني هيك الظروف يلي عشتوها فضلتي ببعض الأوقات أنك تكوني قاعدة بهالقصر رغم السقعة؟ لأنه عم نحكي نحن بالحقلة، في ظروف كمان مناخية، البردات اللي بردوهم خليني فلاح أو ظروفكم كانت أحسن، بس أدفى. كان أدفى، بس حسيته ببردات جزين. إيه، أي متى؟ هلا لقدام يعني. كم مرة طلعتوا على جزين؟ طلعت 3 مرات. شو عملتوا؟ بردنا.
هذا اللي بدنا نترك بكرة. المشاهد يشوف صالحة شو تعمل عم تعمل فوق. أنا شوي بدي أرجع لورا لمسيرة السيدة، لأنه وقت اللي بدك تحكي صالحة ليش طالعة يعني خلص فضحنا، وصالحة ما بتخبر شيء أبداً، بتضلي كتومة وعندها أسرار كتير معطرة كتير. ما بظن لو ما هيك ما ربيت الولدين وعم بهتم بي ما بظن ابدا انا مع ترى صالحه رح يطلع كثير خفايا. كم سر بعد ناطرنا بصالحه هيك وراها قد في اسرار؟ في منيح كثير، مش بس صالحه، لا في كل الشخصيات. فيفيان انطونيوس كمان كثير عم بيصير احتكاك بينك وبينها. فيفيان، شمعه، فايز، كلهم. رح نرجع لصورة الفلاحين ونشوف سوا مشاهد قبل ما انتبه حديثنا معي. أكيد بوثق فيك. امبارح نزار كان بعده الطفل ويجي لعندي كل يوم ليشرب حليب طازة. هيدا الصبي كبر قدام عيونك، معقول تكوني بلا قلب لحتى تدزي عليه ويشنقوه؟ أنت إنسان طيب من جوا، أنا أكيد. وإلا ما تحملتي شمعة هالمجنونة وسترتيها معك وتحملتيها كل العمر. سمعتك من أول يوم، من لما حبلتي بالبنت وخبيتي علي وعلى الكل وجبرتيني أسكت وخبي على قصة مش شرعية وبتزعي ربنا. خيلتي أنا بعرف إنه شكري عم بيعذبك وعم تتعبي معه، بس بوعدك هيدي مرحلة وبتمرق. إن شاء الله بنتي، يلا ضهري، ما بدي يفوتوا ويكشفونا بيخترب بيتنا. يلا خالتي. شوفي قلي نزار بشي؟ نزار لا مش صاير له شيء، بس شو؟ يا حصار بالحبس عند البكوات. شو؟ يا تعتيري ليش شو عمل؟ هجم على بيت البكوات هو وشبان وديعه فريد. فريد انقتل، وديع قتل عسكري وهرب وانلقط نزار وياحو بالحبس. صار. يا تعتيرك يا صال، يا تعتيرك يا صال، يا تعتيرك يا صال. عالم يا عالم، يعني ضخامة الانتاج حلو كتير. رح نرجع شوي نحن وياك لكل الأعمال يلي قدمتيها قبل. وين بتصنفي هالمسلسل نسبة لبقية الأعمال يلي قطعت؟ هلأ كل مسلسل وإله ظرفه يعني. نحن اللبنانية نحن بحاجة لدعم مادي، بس إن وجد الدعم المادي عطينا شو في عنا. يعني برأيك هذا المسلسل الأكثر إنتاجاً؟ إيه يعني طبعاً. كتير ضخم وكتير مكلف، يعني وقت اللي صار فيه عطوا اللبناني وفرجوا شو عندهم. ست ختام، هلأ نحن عم نشوف المشاهد، شفناك قد إيه أنت مفتخرة بهالعمل. يعني إذا بدنا ننظر لمسيرة ست ختام يلي هي كتير كبيرة، مسرح، تلفزيون، سينما، عمل سوري عربي، كتير أعمال، تاريخ كتير كبير، عم تفتخري زيادة بعد بهيدا العمل اللبناني 100%. عم نشوف حالك، شايفة حالك بهالعمل. ايه طبعاً، هلأ وبكرة واللي بعده، وقلبي كبران إنه نحن عنا ممثلين، عنا مهندسين ديكور، عنا مخرجين، يعني فرحانة ممثلين كلهم، والكل بيقول لك هذا شيء عالمي، شو حلو، شو يعني. هون أنت وقت بتشوفي ردة فعل العالم على العمل وكيف مبسوطين فيه، وقدي في وحدة قالت لي عم بتطلع إنه مصور بتركيا. يعني هاي شغلة كتير مهمة. بس هذا الشيء بيزعل وبيفرح بنفس الوقت. ليه بده يزعل؟ بالعكس، انه كأنه استخفاف هيك سريع، يعني بيان بالجملة انه استخفيتوا نحن باللبنانيين، نحن مش عارفين قدرنا. بالبداية انه ما كان في انتاج عنا، ما في دعم، ناسيين الدراما اللبنانية. هو وضع البلد كله مش مزبوط يعني. يعني ضوى ليا أخدوا. تفرحي فيها ولا لا؟ إذا أكيد نحن فرحانين بهالعمل، مفتخر فيها يعني. أكيد نحن مفتخر بهذا العمل اللبناني، بيكفي أنه لبناني 100%، وقدرات الفنانين اللبنانيين عن جد ظهرت بعد أكثر وأكثر. إذا بدنا نرجع هيك شوي لورا، بتصنفي أي عمل بنفس الخانة من الأعمال يلي قدمتيها بالسابق بهالضخامة؟ ما في ولا عمل، مع أنه شاركت كل لي الأعمال بوقتها بالظرف اللي هني فيه، الانتاج الخجول، انه في اشياء ما كانت مأمنة يعني. نعم. من كل النواحي. وكان عم يطلع عنا اعمال حلوه اكيد يعني. اي عمل من هالاعمال بتقولي انا هون عن جد من قلبي اشتغلته وفرحت فيه وراضي عنه هالقد؟
الممثل ما في يقول أنا رضيت فيه ومبسوطة بهيدا العمل وهيدا بفتخر فيه. ليه؟ بكل عمل بتقديه بتوصلي الشخصية هيدا فخر لإلي، لأنه بتكون عم تقدم من قلبك وبتعطي عن شد من حالك الماكسيموم، لو كان دور صغير لو كان دور كبير. هو لا بيكبروا ولا بيصغروا الدور، صح. المساحة ما نهي مهم توصلي الشخصية. أنا حابة بس أسألك، وين تلاقي حالك، وين ملعبك أكتر شيء؟ يعني حضرتك مثلت الكوميدي، مثلت الدراما، مثلت دور الشريرة، بس أكتر شيء شفناك بدور المغلوب على أمرها الفقيرة المسكينة، وين ملعبك أكتر شيء؟ إذا بيرجع لإلك الخيار شو بتنقي؟ هلأ كنت عم تقولي قبل إنه الممثل بيقول لازم يلعب كل شيء، كل شيء. هلأ بالنسبة لإلك أنت شو بتحبي؟ دايماً في شيء مفضل عالتاني. لا لا، الممثل بس يقرأ الدور ويحبه هيدا ملعب. شو ما كان يكون الدور، مهم الدور يحبه. يحبه، وهو طبعاً يعني مش حيعطوكي دور مش شايفينك فيه. بس نحن كمشاهدين ومتابعين لأعمالك لأول وهلي لما شفناكي بدور الشريرة بإحدى البرامج، مثلاً بسترك مثلاً بينتي دور الشريرة الإكزاجيري، كنت تخوفينا كتير، كان حلو يعني، فجأتينا فجأتينا وبعدين انغرمنا فيك، يعني حبينا هالشخصية وصلنا ننطرها وتفاجأنا إنه ست ختام هالكاركتر اللي نحن تعودنا عليه، الطيب الضعيف أوقات الحنون كتير، يكون عنده هالأساوي وهالقوة قوي بالشر. فسري لنا هيدا التناقض عن جد، انه حبيتي تعملي شوك للمشاهد، حبيتي انه تبيني قدرات معينه، انه اللي بيمثل هون بيمثل هون، ما بفكر بهاي الاشياء بمجرد ما تقري خلاص. خلاص ولا مره فكرت انه انا بدي اطلع احسن من فلان، او انا بدي فرجيهم اني هون مهمه، او انا فرجي حالي عم نحكي، وحتى لحالي، لان اوقات الواحد بيكتشف يعني حاله بدور معين بصير غير، ما بعرف هيدا الشيء. بس ممكن تكوني عم تكتشفي حالك بدور معين، يعني انت عم تشوفي انه انا قادره اعطي هون من دون ما انت تكوني واعيه، او من دون ما تكوني عم تعملي افور. ما انا ما بكون واعيه، ما بعرف حالي شو عم بعمل، بتعيش الشخصيه. ما بكون واعيه. شو الدور يلي بترفضي؟ شو الدور يلي بترفضي؟ هي الجرأة، ادوار الجريئه. ليه عم تعمل هيك مع زياد الرحباني، جوزف صقر؟ خبرينا، يعني هيدي تجربه مميزه فريده، يعني شوفي كمان اجت هاي صدفه وطلعت لحالها. يعني هلا مع احترامي لزياد، وزياد مبدع اكيد وسابق عصره طبعا، وهو شو هو اللي بيشوف، ما بيعني له هيدا ممثل هيدا مطرب، هو شو بيشوف براسه. يعني هل كان في علاقة عم تشتغلوا سوا مع بعض؟ شايفك كنا ولا سهرانين سهرانين هيك جمعة وقاعدين عم نضحك ونمزح، وهي ما بلاقي غير جاب لي ناس وقال لي قري لي هيدي. واو. اخذتها عم بقراها وعم نمزح، قال لي قريها بالبيروتي وهي مثل مكتوبة، قال لي هاي انت بدك تغنيها، قلت له ايه، ما انا خليفة ام كلثوم. يعني بعدنا عم نضحك انه اخذتها بضحك انا. وانت مش مغنية ولا مرة مغنية ولا حاطة براسي؟ غني لنا اياها هلا حفص. لا اذا عبالك كمان لما غنيتيها قلنا ست ختام اخذت سكسي كتير كبير بصوت عنده خامة معينة نحن بنعرفها بنسمعها معودين عليها بمجال معين، عن جد فيك تغنيها هلا شوي هيك مقطع صغير هيك جملة بترن؟ اني عم فكر ابقى اني وياك، ليك ليه عم تعمل هيك، اني عم فكر حبك وينك، ليك هيك هيك بتعمل هيك. طيب اللي زمان مش مغنيتها. بتعملي مثلا دورات للصوت، تمرنتي عليها ولا هيك مثل ما نحن غنيناها؟ غنينا وقت غنيتها، انا كنت عم بعرض مسرح ومشيت بطريقي مع الموسيقار الكبير الله يرحمه ملحم بركات الله يرحمه، داني بوستروس كمان، موجه تحية لروحهم طبعا. رحت قبل ما اروح على المسرح رحت سجلتها بساعة ونص بهالسرعة وهالعفوية بهالسرعة وبهال لا لا مفك، ويضحك زياد يضحك من قلبه، صرت ابكي انا قلت له ما بدي اياها. ايه بس هو حبها هيك مثل ما هي بهالبساطة. قال لي لك المطرب بيقعد يومين وثلاثة على تسجيل الاغنية وانت بساعة ونص. مرات العمل العفوي عن جد بينجح اكثر فعلا. ست ختام
كيف بلشتي؟ كيف دخلتي للتمثيل؟ نعرف انه كنت بمجال قريب بعيد. لا كمان له علاقه، اذا ما يعني حسيت ورا الكواليس ما بتوصلي. يعني كنت بمجال المكياج، كنت اخصائيه مكياج. كيف دخلتي؟ دخلت انقاذ، حلقه انقاذ. أه. بس دخلت من البدايه دور بطولي، كان دور قوي، دور بطولي. بطولي محل مين؟ هي ما بعرفها صدقيني، ما بعرفها من هي، ولا سألت بوقتها، لأنه كان الخوف مسيطر والرعب والهي، وأنعوني بالقوة. أوكي. يعني بوجه التحية للنقيب نعمي بدوي اللي هو شجعني، والله يرحمها ليلى كرم، انه يا عمي خديه، لانه المخرج اصر انه بدي ختام لهالشخصيه. هو امثال عربيه العمل، يعني شو هالثقه اللي حطوها كمان فيك كشخص؟ هو بدهم الشكل. وقالوا انه نشتغل عليها، نشتغل على الهيدا. هلا اكيد شافوا موهبه كمان لحتى او قلبهم. ولا مره من عمل كاستنج، من عمل قدام الكاميرا ولا ابدا، ولا شيء. تاني يوم 5 بعد الظهر اعتذرت الممثله وحاجزين استديو مبلغين ممثلين وهي، واجوا يا ختام ده. بقبل بس بشرط اذا حدا بيعيط علي اشلح ثيابي وبفل. ما تلوموني لانه يعني انا ما بدي، لانه ما مرات بتسمع حتى براسي. وجه تحيه لجوزي هو اللي قنعني انه ختام انتاج وكذا، ومعلش جرب يا ختام. وقعدنا سرنا وعملناها الحلقه، فت الصبح مره قويه وبتعيط على جوزها، اخذ تنتين لتيا والتي الطويله والقصيره. اوكي. وعملته وبلشت الاعمال. رفيق حجار كرت المسبحه. مسرتي مع اسماء كبيره دغري، عم نحكي صلاح تيزاني مع انطوان كربيش، ليلى كرم. اسماء كثير كبيره، ماجد افيوني، علي دياب، الله يرحمه كمان رشيد علامه. تطلعي عن النص بالتمثيل؟ يعني في شيء هيك مرات بتحسي انه هالجمله انا بقدر اقولها على طريقتي بنفس المعنى بس بغير كلمات؟ يعني حسب الكاتب وحسب المخرج. بس بتصير. ايه بتصير. المسلسلات كمان اللي شاركتي فيها اخذت صدى كثير كبير، مثلا مثل لونا، باب ادريس. اعمال كثير كبيره فعلا، بعدنا لهلا بنتذكر المشاهد. السينما كمان عم نحكي عن خلت وردي لعادل سرحان، دخان بلا نار لسمير حبشي. سينما، يعني كمان السينما شو الفرق بين مع انه دخان بلا نار مشهدين، ولكن هالقد كان وقعهم قوي. ايه، لانه مثل ما بنرجع لورا بنقول انه هالدور يلي معطى او يلي بنعطى لك دائما عنده وزن معين. الفرق بين مثلا هلا مسلسل اخذ ضجه كثير كبيره، سينما وقتها بنقول سينما يمكن الممثل يقطع كل عمره ما يمثل سينما. هلا بترجع هي المخرج مين بيشوف بالشخصيه، بيطلب بيشوف ختام، بيشوف. مش انه هلا يمكن مرق انه في ناس انعرض عليها ما وافقت، في ناس، بس المخرج والمنتج هن اللي. شو الاضافه للممثل السينما؟ يعني هل لانه السينما هي اضافه لمسيره فنيه لممثل معين؟ طبعا، انه شاغل بكل المجالات. يعني كخبره ولا كايمج؟ ك لا كخبره. هوية كخبره بتعتبريها. شو الفرق بين السينما والمسلسل او تمثيل الدراما؟ هي ذات الممثل هلا هو قد ايه بيكون طبيعي يكون اهم للسينما والتلفزيون. المسرح بيختلف. يعني برايك سينما تلفزيون هي ذاتها، المسرح صرنا تقنيه مختلفه. طبعا. شو المشترك بين السينما والتلفزيون والمسرح؟ شو هي تقنياته؟ هلا تقنياته السينما هلا صارت نفس الشيء، الكاميرا والهي، كانوا بالقبل لا، كان كل شيء بيختلف بالمعدات، بالإضاءة، بالهي. السينما كانوا يحطوا 3 كاميرات، السينما دراما. السينما يقطعوا بكاميرا واحدة، كان أصعب بالنسبة لها تقنياً أصعب. أصعب وبتاخد وقت أكتر عند الممثل كمان. مزبوط. time consuming. شو عم تحضري لنا هلأ؟ هلأ في عملين وفي فيلم ان شاء الله قريبه. امبارحه كنت معجوقه لما كنا عم نحكيكي، كنت عم بتصوري بيلوت؟
شو كنتي فينا عن هيك نعرف شوي هيك؟ المخرجة وهي منتجة فاتحة شركة إنتاج اسمها كريستال سكاف، والكاتب كمان أول مرة فريدي تنوري. قريبا رح نبصر إن شاء الله. إن شاء الله الله يوفقهم لأنه القصة حلوة يوفقكم جميعا. عم نحكي تلفزيون؟ إيه إن شاء الله منشوف العمل. إن شاء الله قريباً. يعني نحن ناطرينك بكل أعمالك وإن شاء الله موفقة بكل الأعمال. ميرسي خليلي إياكم. أكيد بودلاك انبسطنا كتير فيكي سيدة ختام اللحام، ورح نطلع شوي بريك نحن وياكم وراجعين كورونا.